على مدرج مكتبة الأسد الوطنية، أحيت اللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية في وزارة الثقافة احتفالية بعنوان قصائد عربية مغناة بمناسبة اليوم العربي للغة العربية. هذه اللغة التي نعتز بها، التي نتمسك بها، لأنها جزء من هويتنا الثقافية، جزء هام جدا، وهي أحد الركائز الأساسية لهذه الهوية الثقافية. لغتنا العربية هي شخصيتنا، هي وعاء فكرنا، هي منطلقنا للحداثة. إن لم نطور لغتنا فإنها ستشيخ وإنشاخت، ستموت. اللغة كما تعلمون كائن حي، وهذا الكائن متجدد، ونحن حريصون على تجددها. نعمل في مجمع اللغة العربية وفي وزارة الثقافة مع كل الجهات المعنية لإحياء هذه اللغة، لتمكينها، لنشرها ولتطويرها بما يتلائم مع العلوم الحديثة. الاحتفالية تضمنت قصائد شعرية ملقاة إضافة إلى غناء عدد منها. ما الذي يجعلني أغلي كقدر حين ألقاك؟ وما يجعل عينيك كذئبي شرك حين تراني؟ إنني أبصر في جفنيك من وجع الأشواق ما يقتل ثورا في رهاني. ولقد تبصر في عيني حزنا ربما يبعث آلاف الأغاني. هذه فعالية تقيمها اللجنة الفرعية للتمكين للغة العربية في وزارة الثقافة، والحقيقة أردنا لها هذا العام وبإيحاء جميل من السيدة الدكتورة لبانة مشوح أن تكون مختلفة عما يعني سبق من احتفاليات بمناسبة اليوم العربي للغة العربية. لغتنا الأم من أهم مقومات الهوية العربية والوعاء الحافظ للحضارة على مر الزمن، وذلك بالاهتمام بها عبر التشجيع المستمر وأحيائها بشكل دوري ومتجدد.